تعتزم جامعة طيبة طرح مشروعها الاستثماري على واجهة الجامعة في طريق الأمير نايف بن عبد العزيز وتقاطع طريق السلام ومقابل للجامعة الإسلامية. ويتميز الموقع بوجوده بجوار البوابة الرئيسية لأكبر جامعة في المنطقة، وتأتي هذه الفرصة الاستثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة الأراضي للأنشطة التجارية والمراكز الترفيهية، وتقدر مساحتها الإجمالية بما يقارب 35 ألف متر مربع. ويحظى الموقع بالميزة التنافسية في قلب المدينة المنورة، ويقع على بعد 10 دقائق من المسجد النبوي الشريف. يعد الموقع استراتيجي حيث يسمح بإنشاء مركز تسوق تجاري ضخم، وكذلك إمكانية إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، وذلك لتعزيز النمو والاستدامة للفرص الواعدة.